يعني هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير. اليوم اجيتكم فيديو كلش حلو واكيد الكل راح يحبه. اليوم راح اقول لكم على شغله، اكيد راح تقولون شنو هاي اللي حاطتها هنا. اليوم راح احكي لكم على شغله، اكيد الكل يعرف انه احنا كنا بالعراق وهم مرينا بظروف، مرة رجعنا تركيا وبنفس الوقت انتقلنا من شقه لشقه. ف بهاي الاثناء يعني شلون اقول لكم انه تضايقنا هواي، وبنفس الوقت حسين مطلوب فلوس، فها وبنفس الوقت تليفونه اللي يعني تليفون حسين توقف السيم كارت مالته لان احنا مشتري من العراق، ف لازم ينتظر الشهر الواحد حتى يفعل السيم كارت لمده 6 اشهر، فكلش متضايقين حاليا. فحبايبي احب اقول لكم انه هاي القاصه حسين كان يجمع، صار لفتره طويله كلش طويله يجمع بهاي القاصه وما حب يفتحها نهائيا وما يقبل انه اني افتحها. فانا جيلت شفت حسين كلش مضايق، ومع العلم انه اني اي شيء داري دا يروح يجيب لي، يعني تعرفون انا فتره حاملي كلش سمنت وما كنت اريد اشتري اي ملابس لان يعني وزني صار 100 وشويه، فهسه قمت اشتري ملابس جديده. فبنفس الوقت انه انا اي شيء اريده حتى لو غالي دا يروح يجيب لي بدون ما يقول لي انه ما عندي او هاي الاشياء، فاني كلش مقهوره. وهسه هو نزل هو وسند على اصدقائه، وبنفس الوقت دا يفرر سند لان تعرفون هسه وقت تسنين، فكلش دا يتاذى وبس يبكي وما ينام، وتعرفون اكيد الامهات يعرفون بهاي السوالف. فانا قلت له انه اخذ سند روح يم اصدقائك بين ما اعزل وارتب، لان بوجود سند كل شيء ما نقدر نسوي. فقلت بهذا الاثناء انه اصور فيديو، وبنفس الوقت انه صار لي فتره حسين يقول لي خلينا نصور فيديو خلينا نرجع اليوتيوب، وبسبب سند لان ما عندي وقت اقول له اي ما يخالف وهاي ونشوف اليوم خلاص، وكل شيء ما نقدر نسوي. فحبايبي ها قصة حسين، قررت انه انا افتحها واسوي له مفاجاه، و المهم انه افتحها واشتري له شيء بيها اذا قدرت، وهم شوي اخفف عنه. فتعالوا وياي خلينا نشوف حسين يتقدم دمع بهاي القاصه. زين هسه شلون نفتحها لاشوف هسه شلون. طبعا هي القاصات هاي مالتها الغلاف خفيف، طبعا راح اسرع الفيديو بهاي الاثناء. راح احاول طبعا راح احاول اطلعها من هنا هيك لين تعبت، يعني هاي كلها حدايد ليرات اكيد مجمعه هاي ليرات فراقيد. هاي شنو جرحت ايدي، اوه بعد اكو
طبعا هذين حدايدي راد لي يوم كامل حتى احسبها هذين جيجات، بس عادي يعني مثلا هسه ذا هذين كلهن نروح نطيهن لاي محل حتى لو تريدون تشترون بهم ملابس وهاي عادي ياخذوهم ما يقولون لا، يعني هاي تبدي من 5 ليرات قرش 5 قروش 10 قروش حد ما توصلون للليرة، فعادي كلش عادي ياخذوهم ما يقولون لا. قولوا لي إذا قد تتوقعون حسين مجمع وراح أقدر أشتري له بهن شيء أو لا. فاللي يتوقع حسين قد مجمع له هدية، هسا ما أعرف حسين إذا أجى شنو رد فعله من يشوف إنه أنا فتحت قاصة مالته اللي هو صار له أشهر يجمع بها. طبعا هو ويا المفتاح بس يدق الجرس على مستند، فالله يستر. مين هاي شنو؟ ها؟ شنو هاي الفلوس؟ ما تصدق تحكي؟ مين؟ طفل يجفل. صدق تحكي؟ بداية؟ تحكي وياك؟ شنو؟ شايش تسوي؟ شو مسوي؟ انا افتح القاصة لأن أدري بيك إنه أنت مضايق وما تريد تفتح القاصة لأن أنت مجمع هنا السنة. هاي قومي سدي قومي. قوم هسه بسرعة ترجعينها، يلا قومي بسرعة. شو رجع؟ هسه راح تجيبين وحدة من جوتك، يلا بسرعة قومي. ليش ايش تسوين؟ لأن أدري بيك إنه أنت مضايق هالفترة ودفعنا إيجار 6 أشهر. يا شنو مضايق؟ وإذا مضايق ليش فتحينها؟ قلت لها ما تنفتح هاي. ما يخالف يعني. أنا مو حل أمنتش عليها بإنه ما تنفتح هاي. ما يخالف ما طول أنت مضايق ف. شنو مضايق؟ ماكو شيء اسمه مضايق، هاي ما تنفتح. هاي اتفقنا إحنا ما تنفتح القاصة. اي بس انت يعني اهم مطلوب ومضايق يعني شلون؟ سدي قوم كل شيء كل شيء تعور حكي وسكينه ما تخافين تتعورين. ما فتحت ايدي جرحت دوده دير بالك سهل. ليش ايش تسوين؟ حبيبي يعني احنا مضايقين وانت ما تحكي فاني لازم اساعدك وما عندي غير طريقه يعني. هو شنو عندك غير طريقه مينه؟ اي ما عندي غير طريقه. ليش تفتحيهن؟ والله ما يصير. يعني هسه تذني احنا خاليهن كلهن، هذا الولد من يكبر ان شاء الله يسوي له شيء بيهن، هاي سنه لا يظل هو يحتاج شيء، احنا الحمد لله كل شيء عندنا وموفرين نفسنا وده نجيب وعايشين الحمد لله، متضايق كم يوم تنحل، هاي الدنيا عادي. اي عادي هو بس ما هاي قلت انا ما تنفتح، هاي ما تنفتح، هاي امانه. كل شيء ينصرف يرجع عادي، رب العالمين ما طول انت تشتغل. ونقدر نعوض ونرجع كل شيء وسند ما محتاج شيء. ما محتاج شيء. بعدين اسوي. لا مينا والله زعل خليش. قوم ورجع يا وجبي قاصر ورجع هين كلهم. دي ليرة واحدة ما تنشال قومي. لا. قومي. قومي شنو لا قومي. دودة. قومي. لا الخاطر سند. هو شنو الخاطر سند مينا قومي. اي سند ما محتاج شيء. بابا هاي مو اليوم مباشر، هاي نضمها للزمن للزمن هو. اي عادي نرجع نجمع من جديد ماكو اي مشكلة. استغفر الله يا اسلام ماكو ايش حاجة حبيبي، والله ماكو ايش حاجة. قومي قومي انه بخالت لي كاميرا ومسوي، والله لو قال لك صوري على شيء والله فلا تصوري. واني دا ساعدك هم اصور وهم افتح لك القصة. والله شال عقلب يابا صار اسبوع شهر خلنا نصور خلنا نصور. اي هذا فيديو، هذا فيديو شنو؟ هذا ما ينزل الفيديو. شنو تصورين فيديو بدون اذني وبدون؟ انا صار اسبوع اتوسل وياك خلنا نصور عندنا فيديوهات ما تصورينها. حتى هاي مشغلتها، قول واحد قول لي علمني على السماعات. مشغلتهن اثنين هن المايكات. مو هاي حتى نسوي هذا الصوت. مين صدق جهال احنا لو شنو مين؟ بس بس بابا هذا الصوت احنا قد نحب اني اكتب الفيديوهات. يعني تقدر تقدر تسبح؟ والله ما اعرف. احسن شوفي شلون يباوع لك. مامتي راح اجيب قاصه وجهي. حبيبي تعال عليك الله، تعال عليك الله. لك سند سند يلعب بالسماعه بدايه. مامتي انا اجيب الدني هسه قلت خليهن وياهن. مينا ماكو ايش حكي. والله حبيبي يعني هي كل شيء كل شيء كل فلوس ينصرف اكيد ربك يعوضك اذا انت تشتغل وتتعب، فاكيد رب العالمين يعوض حبيبي. هاي القاصة محلفها ومأمنها بأنها القاصة ما تنفتح مهما صار. ذاك اليوم والله ليرة ما عندنا، هاي ليرة
ما عندنا، يعني مرينا بظروف ليره واحده ما عندنا. قلت لها مينه ما ينصرفن ولا ينفتحن. اي بس هسه احنا انا مينه مره حسيت عليها ملقاط ما ادري بشنو ما اعرف شلون سالته 200 ليره ما 200 دولار ما اعرف، يعني كان ما عندنا فلوس جابت فلوس منين ما اعرف. ف ومره سالته ما عندها فلوس سوت لي مفاجاه مال عيد ميلاد. هاي الشغلتين مينه سالته ما عندها فلوس، واكو بعد شغله يمكن ما ادري. فمينه هذا الشيء غلط، انا هذا الشيء ما اقبل عليه. انا قلت لك هاي امانه، امانه لهذا الطفل. انا باكر عقبه رحت هاي يبقى عنده شيء يمشي اموره تصرفين عليه، هاي ما حد ضامن عمره. انا هذا الشيء دا اسويه لكم انتي وهم، انتي وهم هو، وان شاء الله ما قصر وياكم. بس ليش ايش تسوين؟ عمرك طويل. ليش ايش تسوين؟ عمرك طويل، تعال. بهمني هاي السند اذا شاف شيء بعد هاي انتهى. هاك والله ما يصير هيك حبيبي. حبيبي شنو فاتحه ليش؟ مو خطره شنو؟ ما تعورتي؟ عادي. وين تعورتي؟ حبيبي شبيك شبيك؟ دودي هو حسن. يلا سديها. يعني هسه اني صورت فيديو ورجعني ورا انقطع شهرين ونص وها وهيج تحكي يلا كمل فيديو وهاي. هذا مو فيديو، هذا مو فيديو، هاي امانه. قلت ليش تسوين هذا الشيء مينه؟ مو دا محتاج، لو محتاج لو قوم جدي. ما يصير تسوين هذا الشيء. دا اقول لك كل شيء يتعوض، ترى كل فلوس يروح اكيد رب العالمين راح يعوضك بالاكثر. اذا هسه جيب قاصه ورجعهن كلهم يرجعن، ماكو ما تطلع له خمس قروش، هاي خمس قروش ما تطلع. هاي ترجع امانه هاي. كل شيء نعوضه. نعوضه اذا اشتغل هسه اذا اشتغل ليل ونهار. اي عاد لازم وما. لا من إيه لا تشتغل ما ذني خط احمر ذني ما يطلعين. لا ما طول انت موجود اذا تشتغل فاكيد رب العالمين راح يرزقك اضعافا. يعني تضحكين على شنو؟ والله ما اعرف. ما اعرف اذا تصير عصبي اظل اضحك واذا تصير ضايق اظل اضحك. ما تندلها عندك الله يقدرها. لمي حطي يلا تعال عند دودي. ها دودي ها دود تعال والله تجحين بيها. وانا جبت حدايد اليوم دا اضمهن بيها. هاي بعد من اطلع هيك خلينا بعد ما امن ما امن من مين من اطلع على هنا يعني ماكو امان من حضرتك. ما ضحك. يلا قومي هات يلا قوم حبايبي. هسه انهي الفيديو وياكم لان حسين ضاج كلش وهالشي من حقه، بس بنفس الوقت انه هو يعني هو محتاج هواي اشياء ولازم نشتريهن. فهسه حابه اقول وانتظرونا فيديو جديد ان شاء الله وباي باي.